بدأ الطيران نشاطه من جديد، حيث استهدف كافة محاور جنوب طرابلس لتأمين تقدم القوات وإنهاء العملية العسكرية التي بدأت كما تعلمون منذ شهر 4، ووصلت إلى درجة هامة من أداء مهمتها أو واجبها، وهو القضاء على قدرات الميليشيات وأفرادها وإمكانياتها وتمركزاتها ومعسكراتها في داخل العاصمة وفي خطوخومها أو في مناطق أخرى.